أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقلنا إن هذه الآية وقعت بعدما بين الله موقف اليهود من سيدنا عيسى وموقفهم من أمه الصديقة سيدتنا مريم، لأن الله قال وبكفرهم، أي أخذهم الله بذنوبهم بكذا وكذا وكذا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فكأن قول البهتان على مريم لم ينشأ إلا من منطلق الكفر، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وعلمنا مما سبق ما قالوه عن أم عيسى الصديقة سيدتنا مريم، وهم بقولهم يناقضون أفهامهم ويناقضون عقولهم ويناقضون واقعا هم شهدوه. لقد كانت مسألة ميلاد عيسى عليه السلام من أمه بواسطتها دون واسطة الذكورة شيئا مذهلا يناقض ناموس الكون، في أن كل تكاثر إنساني ينشأ من لقاء رجل بامرأة أو ذكر بأنثى. ولكن الحق شاء سبحانه أن يرد على مادية اليهود الذين أرادوا أن يجعلوا الله مرئيا جهرا ولم يؤمنوا به غيبا مطلقا، وظنوا بسخافة الفكر أنه إن رؤي بأعينهم جهرا كان إلها يستحق أن يعبد، وما علموا أنه لو كان مرئيا جهرة لخلقه لم استحق أن يعبد، لأن المرئي قدرت عين الرائي عليه فحيزته، وحين تقدر عين الرائي على مرئي لتحيزه يصبح المرئي مقدورا عليه، والقادر الأعلى لا ينقلب مقدورا لأحد أبدا. إذن فغباء فكرهم أنهم جعلوا المقتضي للإيمان مانعا من الإيمان. المقتضي للإيمان أن الحق لا يقدر عليه أبدا، وإدراك حاسة من حواس الإنسان له تجعله مقدورا للحاسة. أنت إذا أعطيت مسألة حساب أو تمرين هندسة ثم جئت فقدرت على حله يقال أن التمرين أو المسألة أصبحت مقدورة لعقلك، فلو رؤي الله وأدرك لأصبح مقدورا عليه، والمقدور عليه لا ينقلب قادرا، والقادر لا ينقلب مقدورا عليه أبدا. حينما قالوا ذلك البهتان ناقضوا عقولهم في الفهم وناقضوا الواقع الذي شهدوه. كانت الحادثة وهم أصحاب النفوذ الديني وهم الذين يحكمون على الناس الذين يخالفون منهج دينه، فإذا كانت مريم الصديقة قد فعلت البهتان الذي ادعوه فنقول لهم كان الأمر بأيديكم، فلماذا لم ترجموها والرجم وارد عندكم في التوراة؟ لا شك أنكم لم ترجموها لأنكم وجدتم آية بينة تشهد بأنها لم تأت بهتانا، وإلا فما الذي منعكم أن تقيموا عليها حد الرجم وأنتم أصحاب النفوذ هناك؟
لا شك أن آية من الآيات بهرتهم فلم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا من ذلك، لأن الذين شهدوا الآية معهم يخطئونهم فيما ذهبوا إليه من حكم. طب ما هي هذه الآية؟ أن عيسى عليه السلام تكلم وهو في المهد، وكلام عيسى وهو في المهد براءة لأمه. إذن فالدليل قام أمامهم فلم يستطيعوا أن يرجموا، وبقي شيء آخر وهو لماذا لم تثبتوا في أناجيلكم أن عيسى تكلم في المهد مع أنها معجزة واضحة بينة، وأنتم تتصيدون أشياء تثبت فوقية عيسى، فلماذا لم تقولوها في أناجيلكم؟ لم يقولوها لأن عيسى لم يبدأ كلامه في المهد ثم يستمر متكلما في أطوال حياته، لا، إنه تكلم كلمة واحدة ثم عاد إلى قانون الطفولة التي لا تتكلم، فكأن حادثة كلامه مقولة واحدة قالها ثم رجع إلى ناموس الكون في تكلم الأطفال. فإذا كان قد تكلم في المهد وكلمة واحدة يبقى لازم تتعارف هذه الكلمة ولازم تعلم. بقى إذا قيل بقرة تكلمت مش هنقول قالت إيه، هنقول قالت إيه. فإذا كان عيسى قد تكلم في المهد فما الذي قال؟ القولة التي تثبت المعجزة من كلامه في المهد تناقض ما ادعوه في عيسى من الألوهية، لأنه لم يتكلم إلا بكلمة تشهد ببشريته وعبوديته للحق الأعلى، إنني عبد الله. إذا ما أثبتهاش لأنها تنقض قضيتهم في ألوهية عيسى. ثم تكلم بعد ذلك عن قضية الصلب وقضية القتل. ومن العجيب أن الخلاف الذي بين اليهود وبين النصارى يلتقي في هذه المسألة. لماذا التقيتم عليه؟ دول بيقولوا قتلوه وطلبوه، دول كان برضو مسألة الصلب يؤكدونها وهم معذورون في ذلك إن لم يأتي الحق ببيان فيها. قول الله وما قتلوه ولكن شبه لهم يدل على أنهم معذورون إن قالوا ذلك، لهم عذر مدام أن شبه لهم أنهم صلبوه، لكن كان الواجب أن يتمردوا على مسألة الصلب هذه، لأن كيف تقولون بألوهية أو ببنوة ألوهية ثم يجيء أعداؤه ليقدروا عليه فيمسكوه ويصلبوه أو يقتلوه زي ما بيقولوا، برضو انقلب الإيه؟ مقدور لمقدور، بشر يقدر على بشر. إنما لو كان فيه ألوهية أو جزء ألوهية كان يجب تدارودي إنهم قدروا يصلبوه. إذن الإسلام لما يجي يبرأوا من هذه المسألة بيعينكم على تبرئة عيسى من هذه المسألة، وكان يجب أن تتلقفوا قولة الإسلام في هذه القضية ولكن شبه لهم، وتستترون وراءها في شبه لهم. حين يقص الحق كل ذلك يحكم حكما إلهيا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هم يقولون بالرفع ولكن بعد الصلب، ونحن نقول بالرفع ولا صلب. يأتي قوم ليتكلموا في هذه المسألة وخاصة من المسلمين يقول رفعه الله إليه، احنا بنقول رفع وسينزله. ايه الحكمة؟ لان لم يوجد رسول من الرسل السابقين فتن فيه قومه فجعلوه اله، وتلك قضية يجب ان لا تسكت عنها السماء، لازم تخليه لحد ما ينزل ويسفه من يقول هذه القولة، وبعد ذلك يجري عليه قدر الله في موته. والذين يقفون في هذه المسألة يجب أن لا يقف،
لأن مسألة سيدنا عيسى عليه السلام بدأت بعجيبة، وهي أنه ولد من أم دون أب، وتلك عجيبة خلقت النواميس. فإن كنتم قد صدقتم العجيبة في الميلاد فلماذا لا تصدقون العجيبة في مسألة الموت والرب؟ بدأت قصته بعجيبة وكذلك تنتهي قصته بعجيبة. وإذا كنا نحن المسلمين فينا من يقول بغير ذلك ويقول لا ده مات ولا هيجي ولا في السماء، نقول له ماذا تقول في نبيك عليه الصلاة والسلام؟ أصعد إلى السماء معروجا به إليها؟ يقول نعم. وكان حيا بقانون الأحياء؟ يقول نعم كان حيا بقانون الأحياء. وظل مدة ولو وجيزة في السماء وظل ثم نزل إلينا. إذن فالمسألة في أن يذهب خلق من خلق الله بإرادة الحق وبقدرته إلى السماء وهو حي لا يزال حيا ثم ينزل إلى الأرض ليست عجيبة. المسألة فقط في المدة، والمدة لا تنقض مبدأ. المهم أنه صعد بحياته ونزل بحياته وظل فترة من الزمن بحياته. إذا مسألة صعود إلى السماء والبقاء فيها مدة أمر وارد في شيء في شريعته. يقول الحق سبحانه وتعالى تأكيدا لهذه القضية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ليؤمنن به؟ طب ما دام أهل الكتاب هم يبقوا مؤمنين به، نقول له لا، يؤمنون به إيمانا مرادا لله. هم آمنوا به إيمانا مرادا لأنفسهم، آمنوا به إلها أو جزءا من إله هو الثالوث، ولكن الله يريد أن يؤمنوا به أنه بشر وأنه رسول وأنه عبد. فإذا قال الحق وإن من أهل الكتاب، أي ما أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى رسولا وعبدا وبشرا قبل أن يموت. وقلنا في اختلاف الضمائر، الضمير هنا عايد مين؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى. طب ما هم مخاطبين وأهل كتاب ومؤمنين به؟ لا، يؤمنون به كمراد الله وهو أنه عبد وبشر ورسول قبل موته. قبل موت من بقى؟ يبقى موت عيسى. يبقى إذن مش حيموت الموت الحقيقية اللي هي تنهي أجله في الحياة إلا بعد أن إيه؟ أن يؤمنوا به. ولا يؤمنون به إلا إذا جه بشحمه ولحمه ودمه وقال لهم أنتم مخطئون فيما اعتقدتم فيه. وأنتم مخطئون في أنكم أنكرتم بشارتي بمحمد القاسم، وأنتم مخطئون في اتهامكم لأمي. والدليل على خطئكم وأنني جئت مبشرا فقط برسول، أنني سأصلي خلف واحد من أمة ذلك الرسول. مما يدل على أنه لن يأتي بتشريع جديد، بل يأتي ليصلي خلف واحد من أمة ذلك الرسول. أهناك تقريع لمن يتبعونه أكثر من ذلك؟ حين يسمع ذلك ماذا يقول الذين فتنوا فيه؟ لا شك أنهم يؤمنون به وتنتهي المسألة. طيب ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته، أي قبل موت عيسى، أو أن الضمير يعني يؤمن به أي بعيسى قبل أن يموت الكتابي. الله، طب ما فيه ناس إن لسه ما جوش اللي هيعصروه، دول اللي هيؤمنوا به قبل أن يموتوا، لأنه هيجي يقرعهم ويوبخهم، فيكون جواب أنهم يؤمنوا به. ده كلام عالم. يؤمنون به إيه؟ بشرا عبدا رسولا مبشرا بمحمد. طب والناس اللي ماتوا بقى من عن عهد الرفع إلى أن ينزل، يبقى ايه دي؟ تبقى وان من اهل الكتاب يعاصر نزوله الا ليؤمنن به. تقول له طب واللي ما عاصروش نزوله ايه ذنبهم؟ يفضلوا كده على عماه؟ ام قال لك لا، الايات يصح ان تكون عامه. وان من ما واحد من اهل الكتاب الا ليؤمنن بعيسى قبل ان يموت ولو في مده هذه الغيبه. ليه؟ ام قال لك اسمع، النفس البشرية هواها يستر عنها الحقائق،
ويغلف اليقين، وغرور الحياة يدفع إلى ذلك. فإذا ما جاءت سكرة الموت بالحق انتهى كل شيء يبعد عن منهج الحق واليقين، ولم تبق إلا القضايا بحقها وصدقها ويقينها. تستيقظ النفس البشرية على أمر تظن أنها ستلقى فيه الله، انتهت المسألة، غرور الحياة انتهى. لما يجي يراجع كده يقول انا اتبعت هوى نفسي في انني جعلت عيسى اله. ولكن هذا الايمان اينفعه؟ لا، ما ينفعوش. زي ما ايمان فرعون ما نفعوش، قال له الان وقد عصيت قبل وكنت، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. قول الله لا احد من اهل الكتاب إلا وهو سيؤمن بعيسى قبل أن يموت عيسى أو قبل أن يموت الكتاب، بالفهمين الاثنين، يدل على أن أهل الكتاب خرجوا عن دائرة الإيمان، لأنهم لم يشهدوا النزول بعد الرفع ليتأتى لهم الإيمان. يبقى أكنهم مجانبين مين؟ مجانبين قضية الإيه؟ الإيمان. ويوم القيامة يكون عليهم، طب هو حيشهد على من عاصر نزوله هذا في الدنيا. واذا راوه يصلي خلف واحد من امه محمد وبعد ذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير، طب الناس اللي قبل كده ايه؟ قال لك يوم القيامه هيبقى ايه؟ شهيد عليهم. حين يساله الله اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين الى ايه؟ الى اخر القضيه. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثم عاود الحق سبحانه الكلام عن فظائع اليهود في قول الحق سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يبقى بظلم من الذين هادوا وبصدهم عن سبيل الله وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وما هي يعني بأخذهم؟ ما أنا أشرح معنى دلوقتي. بظلم وبصد عن سبيل الله وبإيه؟ وبأخذهم الربا وقد نهوا عنه وبأكلهم أموال الناس بالباطل. يبقى دي حيثيات ايه؟ تحريم ما احله الله قبل ذلك. طب بظلم من الذين هادوا، اي ظلم؟ الظلم معناه ان تحكم لغير ذي الحق بحق، وقمة الظلم ان تحكم بان الله له شريك. ولذلك قال إن الشرك لظلم عظيم. بظلم من الذين هادوا حر وبكذا 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 وبحيثياته حرم الله عليهم أشياء كانت حلالا لهم. حين يحرم الله شيئا ننظر المحرم هو المحصور ام المحلل هو المحصور؟ المحرم هو اللي محصور، لان المحرم قليل، حرم كذا وكذا وكذا وبقيه ما لم يذكر داخل في نطاق ايه؟ في نطاق الحلال. يبقى عاده نتكلم عن مين؟ انا المحصور. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، انما لما يقول احل الله عليكم نجيب ايه؟ النعم التي لا حصر لها، لكن المحرم منها اشياء دي بناخد منها رحمانية الحق للخلق. خلق حاجات كتير او ما حرمش منها الا القليل. خلق من النعم ما لا يعد وما لا يحصى وحرم منها القليل. تحريم القليل لتبقى نعمة في مجالها، لتبقى نعمة في مجالها. يجي واحد يقول التحريم
لان هذا الشيء ضار، نقول له جاي، لكن ليس هو الحكم. قد يحرم للأدب، قد يحرم كما تحرم على ابنك أكل من الأكلات، أو تحرم على ابنك مصروف من المصروفات. هو المصروف مش ضار، إنما أنت تريد منه العقوبة. ولماذا استحقوا عقوبة التحريم؟ لأنهم جاءوا من خلف منهج الله وأحلوا لنفسهم ما حرم الله. فإذا كان قد جاءوا فأحلوا ما حرم الله، يقول اجترأتم على ما حرمت فحللتموه، فمن حقي أن أحرم عليكم ما أحللت لكم قبل ذلك. ليه؟ قال لك حتى لا يفهم إنسان أنك بتحليل ما حرم الله أخذت شيئا من وراء الله. لا، انت خدت دي لانه نفع نفسك، وانا هاخد دي اللي كنت احللته ليك، عشان تبقى المساله انت ما غلبتنيش في حاجه. وهذا اما ان يكون تحريم تشريع، واما ان يكون تحريم طبع. الرجل الذي اسرف على نفسه في تناول محرمات كالخمر مثلا، ياتي الحق سبحانه وتعالى فيحرم عليه طبعا اشياء كانت حلال له. يقول للدكتور كبدك انهارك، ممنوع عليك تاكل كذا وكذا 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 وكذا. الله، يبقى بظلم حرم عليك لانك استحللت ما حرم الله. فحرم الله عليك مش تشريعا بقى، ده طبعا وتكوينا وسنه كونيه. يجي مثلا اللي اسرف على نفسه في تناول الاشياء، سكر مثلا، ياكل الحلو كتير كتير فوق ما تدعو اليه الحاله، يقول والله انت خدت اكثر من الحق، تعال في اخر عمرك كده واوعى تتناول السكريات دي ابدا، لانك انت اخذت منها حقك زائد عما. ويقعد كده هو يعني، يبقى الحلوى موجوده عنده في البيت ولو قدر يتناول منها شيء. يبقى بظلم منك حرمت ما احللت لك. يجي مثلا يجي عنده عبيد وعنده خدم، ويجي يطحن الغلة ويقول لهم هاتوا لي بقى الدقيق النقي، العلامة اللي بيسموه في الفلاحين، ويعملوا له منه الخبز، وبعدين يعملوا من الايه، من السن ومن الرده العيش للاتباع. نقول له والله لازم تقعد وتخليهم هم ياكلوا ده، وانت ما تاكل الا الرده. بظلم منك حرمنا ما احل لك. عشان ما تفتكرش ان ما تفتكر لما تشوف واحد حرم من نعمه من نعم الله الحلال عليه، يبقى تعالى في ودنه تقول له انت لازم حللت شيء حرام الله عليه. في ودنه كده. المساله مش لعبه، احنا مش فالتين من ربنا، لا ابدا. مساله كده عداله. بس قد يكون تحريم تشريع اذا كانت العقوبه من المشافعه. وقد يكون تحريم طبع وفطرة، إذا كانت العقوبة من نفسك أنت، شفت بأنك كل ما بتاكل لحم بتتعب، نقول ده أنت لازم كلت لحم يعني أكثر من أكثر من اللازم، لازم عملت كذا، لازم عملت كذا، لازم عملت. واقرأ دائما هذه الآية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وكذلك الذي يأخذ مالا بالربا، أنت واخد المال بالربا ليه يا سيدي؟ عشان يكتر مالك تبقى المية مية وعشرة. نقول له عايز المال ليه؟ لذات المال ولا لحاجة تانية؟ طب هو المال رزق صحيح، انما هل المال رزق مباشر يعني تنتفع به مباشرة، ولا لازم تجيب حاجة؟ احنا قلنا زمان هبك في صحراء ومنقطع عنك الطعام ومعك جبل ذهب، ينفعك بايه جبل الذهب؟ رغيف عيش قد كده وشويه ماء قد كده احلى من الحكايه دي كلها. اذا المال رزق صحيح، انما رزق مش مباشر. ياتي به الرزق الايه؟ يقول له انت زودت المال عشان ايه؟ تعمل لنفسك متع؟ والله لم طير لك ده المال كله. الله، يبقى برضه بظلم من الذين هادوا واخذهم الايه؟ الربا وقد نهوا عنه. يبقى اذا الانسان هو الذي يسوس نفسه.
انت عايز يبقى لك ما احله الله لك الى ان تكون الى ان ياتي اجلك، اياك ان تضع شيئا حرمه الله عليك. تفضل متنعم كده بكل شيء من نعم الله عليك لحد ما ايه ما تنتهي. وما ربك بظلام للعبيد. المسألة انت اللي بتظلم نفسك، ولكن الناس انفسهم يظلمون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. وكلمة طيبات دي تدل على ان من الذي نقل الطيب الى غير طيب؟ الانسان. هل نقل ذات الشيء ولا حكم الشيء؟ ده نقل حكم. كان حرام فعملوا ايه؟ حلال. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. بصدهم عن سبيل الله كثيرا. قال لك لان الايه الاولى ظلموا وبعد ذلك اخذوا الربا، تلك امور عائده عليهم يبقوا ضالين. انما ان يتحمل الانسان ضلال نفسه ويتحمل وزر اضلال غيره، اهي الصد عن سبيل الله جابت له وزر ثاني.